احنا في عيد العمال احنا ما فيش احنا مجال نعطل فيه هذا اليوم، لانه احنا عندنا حصار جائر علينا، واذا ما غطيناش اليوم اشتغلناش فيه ما بنجيبش قوت اليوم، ما بنجيبش اكل لليوم، لانه اليوم اللي بنقعد فيه باثر علينا احنا في اليوم اللي بنقعد فيه. لا نحتفل في عيد العمال ولا ناخذ اجازه، يعني نعتبره يوم عادي. السبب السبب يعني السبب معروف، يعني احنا في اقتصاد سيء ونفسيات الناس كلها تعبانه على حسب الاوضاع اللي احنا فيها. كل انسان يعني في هالبلد هذا الله يعين على وجهه صور اليمن كل ثلاثه بقول لك نار اليوم. نحكي عن اذا في ارقام حديثه عن اعداد. كما تعلمون انه قطاع غزه يعاني من الكثير من المشاكل، اهم هذه المشاكل قضيه البطاله لدى المواطنين الفلسطينيين، والمواطنين الفلسطينيين انقسموا الى جزئين الخريجين والعمال. الاعداد متكدسه كبيرا، وهذا هذه الاعداد حقيقه تؤرق كافه المسؤولين لاتخاذ القرار، لان هذه الاعداد يعني متراكمه ومتزايده سنه بعد سنه. لا يوجد فرص عمل حقيقيه للشباب لتشغيل كافه الشباب والعمال في وظائف. الحصار انهك قطاع غزه، 10 سنوات من الحصار أصبحت كافة القطاعات الاقتصادية هي منهكة نتيجة هذا الحصار. ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هي عملية تنسيقية للعمل للحد من البطالة المنتشرة في قطاع غزة. أعداد العمال تقريبا 120 ألف عامل ممن ليس لديهم مؤهل. لدينا تقريبا 70 إلى 80 ألف خريج، هؤلاء ليس لديهم أي فرص عمل.